السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرتك مريض ضغط أو حضرتك مريض الضغط وعايزة تاخدي مسكن لكن خايف إن المسكن يرفع لك الضغط؟ هقول لكم في 60 ثانية أهم المسكنات المناسبة والغير مناسبة لمريض الضغط. المسكنات دي أدوية بتستخدم عشان تخفف الألم، ومعظم المسكنات بترفع الضغط. علشان كده لو كنت مريض ضغط لازم تختار المسكن المناسب، علشان في أنواع من المسكنات بتكون أقل ضرر على مريض الضغط من الأنواع التانية. في نوعين من المسكنات الأمنة لمريض الضغط: الباراسيتامول والأسيتايل سلسليك أسيد. الباراسيتامول زي البنادول، والبنادول ده آمن على مريض الضغط كمسكن لكن مش بيعالج أو يقلل الالتهابات. الأسيتايل سلسليك أسيد ده زي الأسبرين، برضو مش بيرفع الضغط. ايه المسكنات اللي بترفع الضغط؟ تقريبا باقي المسكنات كلها بترفع الضغط بشكل متوسط، لكن ممكن في بعض الحالات بترفع الضغط بشكل كبير، علشان كده ممكن الدكتور يختار منها على حسب حالة المريض الصحية. من المسكنات دي اللي لازم تاخد بالك منها وانت بتاخدها كمريض ضغط: الايبوبروفين والكيتوبروفين والنابروكسين والميلوكسيكام والاندوميسازين والديكلوفيناك صوديوم وديكلوفيناك بوتاسيوم. دي اهم المسكنات المناسبة والغير مناسبة لمريض الضغط.